كمان حاجه حلوه جدا وحاجه ايجابيه عجبتني انا على المستوى الشخصي. كمان نتكلم عن منتخب مصر هنا للصم تحديدا اللي عامل فعلا يتقال عليها عظمه في كاس العالم في ماليزيا، واللي بتستضيف البطوله طبعا خلال الفتره من 23 سبتمبر وكلمنا عنها قبل كده، و7 اكتوبر المقبل باذن الله بمشاركه هنا 19 منتخب، 19 منتخب قوي. امبارح منتخبنا قدم فعلا يطلق عليها ملحمه كبيره جدا، تخطى كمان يعني عقبة كانت البعض يقول لك لا يمكن يعدي المنتخب الألماني. لا، هو عدى المنتخب الألماني وتأهل للدور نصف النهائي بضربات الترجيح 4-3، في إنجاز فعلا يعني هقول مش بس كان مفاجأة، بس هو فعلا كان مفاجأة وكان غير متوقع. يعني عايزة بس أفكر كمان حضراتكم عشان الناس اللي دلوقتي بتتابعنا لأول مرة ما تعرفش يعني سير الأبطال بتوعنا دول إزاي، أنا عايزة أفكركم بالمشوار بتاعهم أولا، أو مشوار منتخب بالتأهل تحديدا. هما تأهلوا لدور ربع النهائي بعد ما فازوا على منتخب غانا، كانت نتيجة 9-0 في دور ال 16، يعني سكور أكثر من رائع. وبعد كده فازوا على المنتخب أو منتخب أمريكا بنتيجة 3-2، حققوا مكسب كان غالي جدا في مرحلة المجموعات على ألمانيا مؤخرا بنتيجة 3-1. فنقدر نقول بجد كل التوفيق لمنتخب مصر للصم، إن شاء الله كمان يتخطوا ويعملوا إنجاز الوصول لدور نصف النهائي ونكون طرف في المباراة بإذن الله النهائية. يعني بجد ناس محترمة جدا جدا وناس بتتعلم منهم بجد يا كريم، دايما أنا بقول هم ملهمين بشكل كبير. بالتأكيد طبعا، يعني زي ما بتقول نهاوند البصمة بتكون مهمة جدا، وهي دي الحقيقة اللي بتسعدنا وبتسعد الشعب المصري وبتسعد كل جمهورنا العظيم أكيد اللي بيتابع الصم، لأن دي الحقيقة بتلمسنا بشكل كبير جدا يا نهاوند. ويمكن كمان لو بنطمن طبعا وبنتكلم هيكون معانا طبعا في هذه اللحظات طبعا كابتن فؤاد عبد الحميد المدرب الخاص طبعا بفريق الصم أو منتخب الصم اللي بنرحب بيه في البداية وبنقوله طبعا يعني مجهود كبير جدا بيبذل لإسعاد الشعب المصري وإسعاد طبعا كل من ملم بهذه اللعبة. يعني برحب بيك في البداية وبنهنيكم على الأداء المميز جدا ده. رحب حضراتكم ومتشكرين جدا، مش جديد علينا قناة الأهلي دايما بتدعمنا واستضافتنا على طول بعد كل بطولة قبل كل بطولة، فده يعني بشكركم جدا جدا يعني. أولا يعني أنا وكريم عايزين نبارك لحضرتك كابتن فؤاد، لأن يعني من غير مجاملة خليني أبقى صريحة بجد اللي بيحصل ده شيء محترم جدا، لأن هو في تحدي وفي إصرار وفي صعوبات وفي كواليس احنا ما يمكن ما نعرفهاش، بس أكيد المشوار ما كانش سهل، مشوار المنتخب. إيه الصعوبات اللي واجهتوها بمنتهى الصراحة كابتن فؤاد، وإيه الدعم اللي لقيتوه، وإيه الحاجات اللي ناقصة علشان نقدر كمان دلوقتي لو في أي حد من المسؤولين بيسمع نوصل الصوت كمان صوت حضراتكم ليه؟ اتفضل يا كابتن. الحمد لله رب العالمين، اللجنه كانت موفره لنا معسكر، موفره لنا كل حاجه. هي الصعوبات اللي قابلتنا بس ان البطوله بنلعب ماتش يوم بعد يوم. فطبعا لعبنا لغايه دلوقتي 5 مباريات. ففي دوري المجموعات الحمد لله قدرنا نكسب اول ماتش 3-1 على المانيا، وبعد الماتش الثاني 3-2 على امريكا، والماتش الثالث على منتخب ماليزيا صاحب الارض وجمهور 1-0، وقدرنا نصعد دور ال 16. لعبنا غانا وكسبناه بنتيجه 9-0، ولعبنا في دور الثمانيه مع المانيا وكسبناه الحمد لله بضربات الترجيح، لان فرقه المانيا من الفرق المرشحه للبطوله معانا. بالظبط، الماتش كان نتيجته غير متوقعه شويه، الناس كانت قبلها بتقول لا انت حتى لو عديت امريكا ما تقدرش تعدي المانيا، يعني كان في كلام على ده، لكن وصلنا ضربات الترجيح طبعا وده ما فيهوش مشكله، بس المهم ان احنا فزنا في النهايه. فبرضه دي كانت مفاجاه، يعني كلمنا عن المباراه دي تحديدا برضه يا كابتن فؤاد. لا، هو على فكره احنا يعني قابلنا المانيا كذا مره في يعني في كاس العالم 2012 كانت هي الحاصله على البطوله، وقابلناها في دور الثمانيه وكسبناها 2-1. فالحمد لله احنا دايما يعني ايه يعني بنكسب المانيا وبنتعادل معاها، فالحمد لله رب العالمين. بالنسبه للماتش ده كان صعب جدا، لان هو طبعا غير بيختلف دوري المجموعات غير لما تلعب دور الثمانيه، فكيبقى كل فرقه بتبقى مأمنه دفاعيا شويه مع الحاجات دي، فوصلنا للنتيجه اللي هي الاكسترا تايم وضربات ترجيح، وربنا كرمنا بحارس المرمى كان متألق جدا، احنا اللي هو كابتن سعيد مكاوي كان بدلناه على اساس هو متميز في ضربات الترجيح، والحمد لله
كان قد المسؤوليه وقدرنا نكسب الحمد لله. النقطه المهمه جدا وهوندو هي التاهيل النفسي، لان احنا دي نقطه ايجابيه طبعا. الشغل الفني اكيد متروك ليكم، لكن التهيئه النفسيه لان انت واصل لنصف النهائي بتكون مهمه جدا. شغالين على الامر ده ازاي يا كابتن فؤاد؟ الحمد لله رب العالمين. احنا يعني كل بطوله طبعا هدفنا واحد، ان احنا نحقق البطوله. يعني دايما ما بنبص للماديات، بنبص ان احنا بنحاول نضر منتخبنا. وطبعا معنا رئيس بعثة ما شاء الله عليه الاعلام القدير الاستاذ محمد يحيى، فده موفر لنا مسيطنا بمعنى اصح على مستوى الاعلام. فالحمد لله رب العالمين، يعني كلنا هدفنا واحد، ان احنا نسعد الشعب المصري ونحاول نحقق له حاجه. جزيل الشكر ليك طبعا كابتن فؤاد، بنشكرك وبنحييك، ويا رب ان شاء الله موفقين باذن الله وتقدروا تسعدوا كل الشعب المصري بمشيئه الله.